السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني متتبعي قناة كريم تيك. في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غادي نوريكم فيه كيفية تركيب جلاس الحماية لشاشة تيكنو كا أ7 وليس كا7 ديري. نظرا لعدم توفر هذا الزجاج لهذا النوع، قمت بإزالة زجاج حماية لهاتف انفينيكس اكس 606، يعني متوافق معه من ناحية الحجم إلا من ناحية الكاميرا والحساسات. هنا سأريكم كيفية العمل على ذلك من أجل موافقتهما معا. غادي سبق لي ركبت الأوكا على الشاشة، الآن أقوم بتنظيف الزجاج. بهذه الطريقة بعد أن نظفته أعمل على إزالة عندي قطع من هنا الغبار هنا، يجب أن أزيلها. أخيرا أزلتها. بعد أن ركبته سأقوم بإدخاله إلى حجرة الضغط وإزالة الفقاعات، ثم أريكم كيفية عمل الكاميرا والحساس الخاص بي، كيف نقوم بعمله. أما إذا توفر الجلاس لنفس الهاتف نفس النوع فلا نحتاج إلى هذه الخطوة. هاتف نوع تيكنو كا7، أقوم الآن بإدخالها إلى حجرة الضغط ثم أريكم كيفية عمل الكاميرا وموافقتها مع هذا الهاتف. بعد ما جبت الشاشة من الفرن الشكل النهائي ديالها راح جيدة كما أنها جديدة. غادي نوريكم كيفية ثقب الكاميرا، نزيل كاثمير
نضع الشاشة، لكن قبل ذلك لأن الجلاس الذي عندي قديم أزلته من شاشة أخرى به هذا الغراء، يجب إزالته حتى يسهل علينا العملية. بالنسبة للكاميرا هنا سهل، نقوم بعملية الصباغة ديالها أو حرص على إزالتها كذلك. ركبوا على الهاتف الفريم ديالو، الشاشة عفوا الهاتف، حتى نقوم بطبع الكاميرا. أجل أن تكون متناسقة معها هذا الشكل الكاميرا هنا. نقوم الآن بوصلة آلة حادة إبرة مثلا بعمل ثقب للكاميرا بهذا الشكل، عمل على عمل دائرة هذا. قلت لكم أن الغراء إذا بقي أضع لكم العراقيل إلى لاحظتوا الآن بدأت كترسم عندي الكاميرا. إلا لاحظتوا الخلف كظهر بشكل عادي، سأعمل على إزالة هذه الصباغة ثم أريكم الشكل النهائي إن شاء الله. العملية بسيطة، نقوم هكذا بوصل آلة حادة، نبدأ بالتقشير الصباغة كما كتلاحظوا. إلى أن ننهيها ثم أريكم الشكل. أثناء تركيب الكولا سأقوم بتركيب هذه القطعة من الأسفل حتى تظهر بشكل أنيق، ثم أقوم بتثبيت الغراء في الجوانب. وبهذا الشكل نكون هانتوما كتلاحظوا التكتيل شغال. هنا من تركيب الكلاس لهاتف تيكنو كا أسات، ركبنا له ديال انفينيكس الهوت 6. جا بشكل عادي، كما أنه بإمكاننا كذلك تركيب شاشة كاملة لأنفينيكس هوت 6 لتيكنو كا أسات تعمل. إلا أن مشكل في هذه الكاميرا نقوم بهذه العملية من أجل إظهار الكاميرا. سأقوم بتجريب الكاميرا هنا كاميرا خلفية، كاميرا الأمامية كما كتلاحظوا كاميرا شغالة بشكل جيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.